اعتبرت وزارة الخارجية ان بيان وزارة الخارجية الاثيوبية الصادر تعقيبا على قرار القمة العربية الاخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة مضللا ومليئا بالمغالطات وللحقائق ايضا بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والافريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا افريقيا وأعربت الخارجية المصرية عن اسفها لما حواه البيان الأثيوبي من ادعاءات غير حقيقية بأن دول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ بل والادعاء بان الدول العربيه الاعضاء في الاتحاد الافريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمه الاخيره بالاجماع